السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لماذا الإسلام؟ يواجه العالم اليوم أزمة مخيفة مع انخفاض معدلات الخصوبة. في العام المنصرم بلغ معدلات الخصوبة العالمي 2.3 مولود لكل امرأة مقابل 3.2 مولود في عام 1990. هذه الأزمة تؤثر على الاقتصاد في الدولة، على الديموغرافيا في توزع السكان، وكذلك الأمر على الأسرة في المجتمع. إذن كما قلنا تؤثر على الاقتصاد وعلى غيرهم، على الفرد أيضا في الأسرة وعلى الزوجين في بداية الأمر. إذن مشاهدينا الكرام، هذا التأثير كما قلنا يؤثر على الديموغرافيا ويؤثر على غيرها. لا نريد الإنجاب، هذا الشعار وغيره من شعارات كان له تأثير كبير، وهناك شعارات أخرى كما قلنا نريد الحد من الأطفال، كان أحد أبرز هذه المخاطر فيما وصلنا إليه. أما الإسلام فيعتبر الإنجاب أحد مقاصد الزواج، يقول تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة قال: تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وبين تكاثروا ومباهمكم، لماذا الإسلام حث على إنجاب الأطفال؟ الذي يدفعه الإنجاب الاستمرارية بالحياة. دين الإسلام بحاجة، خصوصا بالأوقات العصيبة اللي عم نمر فيها حاليا، فبحاجة أنه العدد يكون أكبر. السبب هو مشان يكتر النسل، يكتر الناس الموحدين لله عز وجل. أول شيء لأنه الله حطنا في الأرض يعني عشان نبني الأمة الإسلامية ونتكاثر وننشد الفكرة والعقيدة اللي احنا تربينا عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم حكى: تناكحوا، تناسبوا، اني مباهم بكم الامم. فهذا يعني بحس الناس انها تتزوج وتنجب عشان يكثر الناس اللي بوحد الله عز وجل، وبكثر الاسلام بهذا الشكل. رب العالمين قال عنه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأطفال الواحد ممكن ينجبهم كرغبة، كمتعة في الحياة الدنيا. اليوم إنجاب الأطفال يعني هن سعادة للزوج والزوجة، هن سعادة لأهلهم، وكمان بنفس الوقت تواجب على الأهل تربيتهم تربية صالحة، إنشاؤهم، تعليمهم. مشاهدينا الكرام، نعتذر منكم على هذا الخلل الفني في الصوت، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد مصطفى الاستشاري النفسي والأسري. يا حياكم الله، أهلا ومرحبا دكتور. أهلا محمد، أهلا وسهلا أستاذ فاتح، شرفتنا في هذه الحلقة، في الحلقة الثانية من برنامج لماذا الإسلام. صحيح، شكر الله لكم هذه الاستضافة الجميلة، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا عبر رابط الزوم الذي تركناه لكم على البث المباشر في صفحة قناة قاف التفاعلية. بإمكانكم الدخول إذا كان لديكم أي سؤال، أي استفسار، أي مشاركة حتى في هذا الموضوع، فكلنا لكم أذان صاغية. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. أهلا وسهلا. الموضوع عن الإنجاب موضوع واسع وموضوع كبير، وله محددات، له مقدمات، له نهايات ونتائج. بماذا تحب أن تبدأ هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. احب ابدا الحلقه بالشكر لله عز وجل على ان هيئ لنا هذا اللقاء. اشكر قاف طبعا، واشكر حضرتك على هذه الثقه الغاليه وحسن الظن، واشكر كذلك كل المشاهدين والمستمعين اللي بيشاهدونا وبيشوفونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. الاختيار للموضوع عجيب عجيب، والافتتاحيه اعجب عندي لما تكلمت عن معدلات الخصوبه. نعم، عجيب. يعني أنا الفكرة الحقيقة ظننت، ونحن نعد معا لهذه الحلقة بطريقة أو بأخرى، أن الحوار على لن يتطرق إلى قضية الخصوبة، بس لأنه يعني هذا خطر عالمي اليوم دكتور. صحيح،
يعني اليوم الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا وغيرها تحاول الضغط في هذا الموضوع، رغم أن الصين خطت خطوات في محاولة إنهاء معدلات الخصوبة أو تخفيضها. تمام. هو الحقيقة حصل سيميلاريتي عندي بسيطة في أنه كمان بيتكلموا على أن اللقاح لكورونا بيؤثر تأثيرا كبيرا على التعديل الجيني لمسألة الخصوبة، وانت تعرف ان مثل هذه الامور تحتاج الى ابحاث ولفترات طويله والاثباتات احصائيه وسريريه قبل الجزم بمثل هذه النتائج. لكن الفكره العامه ان عدد سكان الارض بيزيد، وهناك ما يسمى عندنا السايكولوجيكال برسبكتيف، يعني نظرتك للامور، النظره النفسيه كيف. اذا نظرت الى الاطفال يا اخويا فاتح، اذا نظرت للعدد البشري على انه افواه جائعه واجساد تحتاج للعلاج وتحتاج للماء وتحتاج لللباس وتحتاج للتعليم دون أن تنظر لأي معنى آخر، فستراهم عبئا. نعم. إذن هذا العدد الكبير من السكان الموجودين في الأرض يحتاجون للأكل والشرب والتعليم والصحة واللباس والعناية النفسية قبل العناية المادية والاستراتيجية عموما. لكن إذا نظرت إليهم على أنهم عمق استراتيجي حقيقي للأمم، إذا نظرت إليهم على أنهم استثمار واعي للطاقات اللي موجودة في الناس، أكيد نظرتك هتتغير. وهذا الفرق بين الإسلام وبين غيره. إذا أحببت أن تدخل جميل. مباشرة إلى عمق الحلقة، تقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به، تناكحوا وتناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. لكن هذه يوم القيامة. طيب في الدنيا هذا السؤال، كيف ينظر الإنسان الإسلام كديانة، كدين ليس فقط دين لكن كدين واعي تماما ومدرك إلى حاجات الناس في المجتمعات، إلى حاجات المجتمع نفسه للناس. لأن تخيل حضرتك أنا وأنت طالعين نتكلم في البرنامج الآن ولا يوجد ولا مستمع ولا مشاهد واحد على أي وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على قناة النايل سات. لا الحمد لله رب العالمين، الآن متابعينا يعني سواء على الفضائية ولا على الفيسبوك بدأ العدد يتصاعد، ونود طبعا منهم ترك التعليقات. أنا بقول له نتخيل يعني نور القرآن لو نقلت لهم وشاركناهم هذه الحلقة. نود مشاركتهم على الزوم، يعني عندما يعني يتسع الوقت لنفتح المجال للمشاركات. نور القرآن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام. صلاح يقول قلبي يا قلبي ما في جو من الدنيا، أو كما فهمت كما قرأت التعليق. يوسف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سؤال لديكم اتركوه في التعليقات إذا ما أحببتم المشاركة على الزوم، وإذا أحببتم فأهلا ومرحبا. دكتور، يعني عودة على الإنجاب والمباهاة في الدنيا والارتباط بينهما، الحقيقة أنا لا أستطيع أن أباهي في الدنيا بكثرة العدد فحسب، لابد لهذا لهذه المباهاة من قيد وشرط. أما يوم القيامة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يا سلام، وكالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ألا ترضون أن تكون الأمم، لو كانت صفوف الجنة 120 لكان المسلمون 80. فهذه مسألة يعني المباهاة بالأعداد يوم القيامة مسألة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم في ليلة المعراج، قال فظننت أنها أمتي، سواد عظيم أعداد مهولة من البشر، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم عرض علي سواد أعظم، يعني أعداد لا أول لها ولا آخر. جميل. فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. المباهاة يوم القيامة بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقطع النظر عن طبيعة عمله في الدنيا. أما المباهاة في الدنيا أقصد طبيعة عملي الوظيفي أو الإنجاز الذي يؤديه في المجتمع، ما دام إنسانا مسلما مصليا صالحا تقيا لله عز وجل فهو محل المباهاة يوم القيامة. جميل. أما الآن فقضية الإنجاب والتكثر بالأولاد دون رعاية واهتمام وعناية فأنا أكثر السواد على أي فكرة، إنما العبرة نظرتي لهذه الأطفال. بعض الأطفال يا فاتح بي ينظر إلى الطفل على أنه مسؤولية فقط. نعم. فقط أنا مطالب أن أنا أكله، أن أنا أشربه، أن أنا أعلمه انترناشنال نورمال، حكومي مش حكومي، أنا أكله وأشربه وألبسه وبعدين وأسيبه في الحياة. واحد تاني شايف أنه هو عبء، يقول لولا وجود هذه الأولاد عندي أنا ما كنت أطعمت ولا كسيت ولا رحت تعبت ولا رحت اشتغلت. وفي واحد ينظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم نعمة عظيمة من الله عز وجل، مكرمة من الله،
تصدق الله عز وجل بها عليه. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. هذه الفكرة التي طلبها الأنبياء والمرسلون، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذا الأصل. الأصل في البشر أنهم يتناسلون ويتناكحون، الناس كلها تفعل هذا. فأين وجه المباهات بالزخم البشري الكبير هذا؟ أنك تنظر إلى البشر على أنهم طاقة استراتيجية. يا سلام. أنت تنظر إلى الإنسان على أنه مصدر استثمار يا فتح به ومكرم عند الله. هذا الطفل الذي يأتي نعمة عظيمة، يجب أن نتعامل معه بأنه مكرم عند الله سبحانه وتعالى، له حقوق أيضا من قبل يعني الوالدين. طبعا سنتحدث عنها إن شاء الله. سنتحدث عن الطفل بشكل مخصص. نريد هنا قبل أن نبدأ هذا الموضوع بصميمه سؤال: هل إذا أريد أن أنجب طفل يجب أن أفكر في مستقبل هذا الطفل؟ يجب أن أفكر أين يدرس هذا الطفل؟ كيف سأدرسه؟ كيف سأعلمه؟ كيف سأربيه؟ كيف يعني يكون بين أقرانه في المستقبل؟ أم أنه الموضوع خلص، خلينا نجيب أطفال ورب العالمين بربيهم؟ وفي خيار ثالث حقيقة، أنت يعني وضعتني في خانة لا، بس أنا يمكن أن أخرج منها. يعني هو ليس من الداعي التطرف في هاتين الناحيتين بهذه الصورة، أن أنا أخطط إلى كل تفصيلة من تفاصيل حياة الطفل. هذه مسألة شبه، مش هقول المستحيلة بس صعبة. صعبة فكرة أن أنا أخطط لكل شيء حيحدث في حياة الطفل إلى المستقبل. لكن ما في معالم كبرى؟ هذا السؤال، هو ده الخيار الثالث. هذا الخيار الثالث، الأول يرى أننا ننجب الأطفال والأولى العيل بيجي برزقه، والعيل بيجي بمؤنته لكن فلح بيه. أنا أزعم أنه كثيرا أنا قلت هذه العبارة يمكن مع حضرتك ومع ناس أخرى فضلاء ويمكن في برنامجي، أننا كنا نعالج في العقود السابقة قبل 10 سنوات، كنا نعالج الاضطرابات النفسية للبالغين، كنا كثير نتعامل مع، الآن أصبحنا نتعامل مع تحت 20 سنة و22 سنة. هذا المعنى يفيد عندي أن الإشكالية الكبرى التي بتحدث الآن بتحدث داخل الأسرة، داخل البيت. نعم. معنى هذا أن لا الأب ولا الأم مستعدان استعدادا حقيقيا لإنجاب هؤلاء الأطفال. بل أزيدك من الشعر بيتا، رغم أنه بيت قبيح وقميء ومزعج، أنهما غير جاهزين أصلا لمعنى الزواج والارتباط. لأن أعود مرة ثانية وأقول هذه النظارة التي نلبسها هي التي نرى بها العالم. إذا نظرت بنظارة تتكلم عن الزواج تحت رجليك، نعم، وإن أنا أريد الزواج من هذه البنت وأنا أريد الزواج من هذا الولد الآن لأننا محتاجين بعض الآن، هذا زواج قاصر. لكن أنا بمر بعقود من الزمان 30-40 سنة، في كل 5 سنوات تتغير حياتي وتتغير احتياجاتي وتتغير ظروفي وتتغير بيئتي. إذا كانت النظارة لنا نلبسها نظارة استمتاع فحسب، فستسوء العلاقة بيني وبين امرأتي بعد 15 سنوات، وبالتالي لما يكون فيها عبء طفل كمان سيبقى العلاقة هتبقى سيئة للغاية. احنا لا نعرف، نحتاج توعية مجتمعاتنا لماذا يتزوجون، كيف يتزوجون، ولماذا ينجبون، وكيف سينجبون. هذه كل واحدة تحتاج حلقة دكتور. ولا فديتك أنا خادم لا يعني أعني بذلك العملية الفسيولوجية ولا الناس كلها تعرفها. إيه نعم. إنما أنا أعني بذلك الاستعداد النفسي قبل الاستعداد المادي. الناس بتسأل عايزين نعرف نوع المولود ذكر ولا أنثى عشان بس نجيب بينك ولا نجيب بلو. يعني نجيب الأغراض بتاعتها تكون بينك حليلة ما أعرفش البينك وردي أو وردي أو بنفسجي ولا زهري، ولا روح يجيب أزرق وحاجات خاصة بالأرض. يا ولد الحلال، هو هذا نظرتك للطفل؟ إن لازم أعمل له سبوع أحط ملبساية وشوكولاتاية وأوزع للناس وأخد سيلفي وأتصور معاه وأرفع على الإنستجرام وعلى وأعمل شرف عندنا ابننا الجميل وتعالوا احضروا معنا شرف حضور ولدنا؟ ولا أنا بسأل نفسي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يا رب ارزقني عيل مبارك يقف بجواري ادعمني يكون نفعا لنفسه ولأمته ولي ولمن حوله، كيف سأعده لهذا، كيف سأتعامل معه بهذه الطريقة. إذن قف قبل أن تتزوج، لا شك فيها، فكر قبل أن تتزوج الزواج في الدنيا. أنت صح كده، رغم أن الحلقة عن الإنجاب تخيروا لنطفكم، تمام، رغم أن الحديث فيه ضعف لكن أنا موافق عليه،
وافق على معناه. تخيروا لي المتوفق فإن العرق دساس، في ضعف شديد الحديث، لكن معنى صحيح. معنى صحيح. تراك أنت لما بتتزوج بأخوال لأولادك، بأعمام لأولادك، بإخوة وأخوات وأولاد عمومة وأولاد خؤولة. جميل. هذه المسألة تحتاج مننا لرعاية كبيرة، لأن النظرة إذا كانت قاصرة وتحت القدمين بتبقى مزعجة، أما إذا كانت نظرة بعيدة المدى فالإنسان بيحيط بكل أطرافها وبالتالي يعرف يخطط التخطيط استراتيجي مناسب. طيب، أنا بين يدي العديد من التعليقات، العديد من الأسئلة، نود أن نشرك السادة المتابعين معنا الآن على فيسبوك، ونبدأ ب طبعا هناك الكثير من السلامات والتحيات، تحية لكم، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هناك سؤال يقول أو مشاركة: نحن في زمن لابد من توعية الوالدين لموضوع التربية وما يتوجب عليه كأب أو أم من فهم واجباتي تجاه أولادي، وإن لم يوجد هذا الوعي والفهم فأنجاب الأولاد عبء على المجتمعات. جميل جدا والله، يعني اترك التعليق لكم، تفضل. نو كومنت ات اول، بيرفكت. انا بايد وببصم بالعشره، موافق على هذا الكلام تماما. انا ازعم ان انا اطالب من منبرك المبارك، اطالب الحكومه العربيه والاسلاميه بانها مثل ما بتطلب من الزوجين قبل الزواج تحليل الطبي للامراض التي تنقل عبر السكشواليتي اللي هي الثلاسيميا وغيره، تطالب كمان، اطالب الحكومات العربيه بانها تنشئ برنامج لا يتعدى 3 أيام مدفوعه الاجر من قبل الدوله لكل زوجين مقبلين على الزواج. جميل. لفهم الفروق الفرديه بين الزوجين، وكيف في فروق فرديه بين الزوجين بين الذكر والانثى؟ طبعا ما فيش كلام، وليس الذكر كالانثى، ما في كلام. طبعا في فرق بين الاحكام الشرعيه وبين طريقه التفكير والتعاطي مع الامور، وفي فرق بيني وبينك. كلانا ذكران رجلان، لكن الفروق اللي بين الرجال اكبر من الفروق اللي بين الشخصية. لكن اي الفروق الفرديه طبعا، او الانماط الشخصيه بين الاثنين. نعم. كذلك تكون الدوره دي الـ3 أيام هذه مشموله من الدوله بتوجيه ورعايه الاسس والقواعد لتربيه الابناء. خلي بالك التربيه مش صعبه. يعني حتى لا يفهم البعض ان انا اتكلم عن لوغاريتمات او هيروغليفيه او لغه صينيه نتعلمها، الامر يسير جدا، وانه ليسير على من يسره الله عليه، لكنه عظيم. ولذلك الفرق اللي بيجعل بين الأب الصالح أو الأب المميز وغير المميز هي نظرته النفسية، هو نظرته كيف يتعامل مع الموضوع. قد يخطئ فاتح، الأباء كلها تخطئ، ولدي الأمهات كلها تخطئ، كلنا نخطئ، لكن هناك خطأ تربوي، هناك جريمة تربوية، هناك من لا يعرف أنه أخطأ أيضا، وهناك من يعاند أنه أخطأ. وانا بتاتيني حالات في فاتح، ما بيجلس الاب والام امامي بحاول ان اتلطف اقول قد يكون السلوك الذي سلكته في تربيه ولدك هو الذي ادى الى النتائج السلبيه التي نراها الان، لكن لسنا في موضع اتهام الان، ما في احد موجود داخل الزنزانه عشان نقول والله انت مجرم وينبغي عليك ان تعاقب، انما الحقيقه دعونا نسدد ونقارب. جميل. ننتهي من فتره الاتهام ونذهب الى فتره تعديل السلوك والتوجيه نحو الحياه الافضل. التربيه او انجاب الاولاد يبدأ أولا بفكرة وليس بقرار. أخويا هو كلا الزوجين لا ينبغي عليهما أن يقرر الإنجاب إلا إذا فكر أولا ماذا ينبغي علينا أن نفعل مع هذا الطفل. جميل جدا. يعني هناك كذلك الأمر سؤال استدلت به محمد، تقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا؟ لماذا الجيل الماضي كبر بدون قوانين أما الآن كثرت القوانين وصعوبة التربية؟ لماذا لم يصب قوم لوط بالإيدز؟ يعني نحن ندخل في دائرة، زي ما يجيني واحد الآن أقول له: يا ولدي لا تضرب ابنك، يقول لي: أنا أبويا كان كريمتون بالشحاطة بالشبشب بالنعال بيعطيني فوق دماغي وأنا زي الفل الآن. أو أنا من قال إنك زي الفل؟ ومن قال إن ده أسلوب؟ يعني فكرة إن الجيل الماضي كان يعيش، الجيل الماضي كان يعيش، ما أدري أنا إذا كان الجيل الماضي بيعيش. أنا لا أدري هل كان جدي مبسوطا مع جدتي، أنا ما أدري، أنت تدري؟ أنا ما أدري هل كانوا يعيشاني سعادة ومستقبل. أبو جدي كان أنا شو عرفني بس أنا. يا دكتور، اليوم دخلت السوشيال ميديا على الخط وصار الموضوع يعني غير مضبوط أبدا. كان قبل ربما مضبوط بالأعراف بالتقاليد ولو كانت خاطئة، لكن مضبوط ممسوك. ماشي، احنا بنتكلم على الضبط السلوكي والقيم. هي اشارت الى ولا بنتكلم على السعاده؟ صعوبه التربيه موافق. هذه ابويا مفيش حاجه ببلاش بلغه المصريين. احنا مجتمعات بنعيش جزء من الرفاهيه في المجتمع، بنعمل كل حاجه عن طريق الابلكيشن والتطبيقات وماسكين الموبايلات كلنا، في ضريبه لازم تندفع.
الضريبة اللي لازم تندفع ان احنا نحاول التعاطي مع اولادنا في ظل وجود هذه المتغيرات. سنعيب زماننا والعيب فينا وليس في زماننا عيب سوانا. هنفضل نقول والله النتفليكس والله الفيس والله خلاص. طب اما ان نغلق على انفسنا ونقول للناس كلها ما في حاجة من هذا, واما ان نقول دعونا نتعاطى بشكل مختلف. اللي انا بقوله لحضرتك, كيف ستنظر الى تربية ابنك في القرن 21؟ نعم. كيف ستنظر الى التعاطي مع فكرة الاعتكاف سنة 1443؟ كيف ستنظر إلى فكرة الآن الاعتكاف في مكيفات وفي ميكروويف محطوط جوا المسجد عشان يعمل الأكل للناس؟ يعني في تطور بيحصل, ومع التطور بيحصل سلبيات. ما في حاجة ببلاش يا فاتح, بندفع شيئا مقابل شيء آخر. هكذا الدنيا. بدل الإنغلاقية ولوم الزمان ولوم التطور الحاصل بغض النظر هو تطور سلبي ولا إيجابي, دعونا نقرر كيف سنتعامل مع أولادنا في القرن 21. طيب جميل جدا. هناك سؤال كذلك الأمر طرحناه على مجموعة من الناس, استطلاع رأيي, هل يحتاج الوالدين إلى تثقيف قبل الزواج من أجل إنجاب الأطفال؟ نتابعه سويا. الزوج والزوجة هل هن بحاجة إعادة تأهيل؟ نعم بحاجة. للأسف اليوم نحن اليوم عندنا مواقع تواصل, عندك كتير برامج عم يفزلوا المجتمع, فأنت لازم لحتى توعي هذا المجتمع تعمل إعادة تأهيل للزوج والزوجة. هلأ بتلاقي يا إنه الناس يا الأهل متشددين مع أطفالهم بالقوانين وهيك, يا بتلاقي لهم إنه مشتقلين عنهم أصلاً, إنه تركيمهم على راحتهم أو إنه زي هيك. فبحس إنه لازم نعمل دورات للمقبلين على الزواج وننشر في الوعي والفكر. طبعا بحاجة ماسة قبل الزواج, يكون عندنا مثلا فقد بمادة علمية أو تقصير أو شيء, بتثقفوا هن مشان إذا أنجبوا أولاد يعرفوا كيف يربون يتعاملوا معهن, عشان يعني ما نبني أمراض نفسية بأطفالنا وإحنا يعني بدون قصد ما بنكون منتبهين. طبعا الأفضل أنه يكون أخذين دروس من أمهاتهم من اللي أكبر منهم, مشان لما يجيهم أطفال ما يكونوا إنه مثلا مستعدين, ولأنه مسؤولية الأطفال تربية الأطفال تربية جيل في وقتنا الحالي والله للأسف صعبة حاليا, يعني الواحد إنه ينتبه على أطفاله بالمجتمع هذا, مشان هذا الولد ما يطلع ينظلم, يعني يجي على الدنيا وهو ينظلم. فأنا أؤيد هذا الشيء إنه واحد يتثقف قبل ما يتزوج. الإنسان بيتعلم من اللي أكبر منه, كلياتنا كنا صغار وكان في تربية للآباء, فكان كل واحد يشوف كانت التربية هذا تمارس عليه, فهو عارف كيف حيكون موضوع التربية وما موضوع التربية وهي الشغلة. فلما لم يكبر حيتذكر الأبوين كيف كانوا يربوه, حيتصرف على أساسه. جميل جدا هذا الاستطلاع وكذلك الأمر. نود إشراك آراءكم مشاهدينا الكرام سواء من خلال التعليقات وهي كثيرة الآن سأطرحها على الدكتور, يعني نود أن تبقوا معنا في البث المباشر, ولكن كذلك الأمر نرحب بكم عبر زوم, وهذه فكرة البرنامج أن يكون المشاركات لكم. خلونا نشوف من معنا على الزوم. جميل, الأستاذة منال, الأخ محمد, الأستاذ أدهم, الأستاذة سلوى, والأخ محمد كذلك الأمر. نرحب بكم جميعا, أهلا ومرحبا معنا في هذه الحلقة من لماذا الإسلام. إذا كان لديه أحد مشاركة فليفتح المايك وكلنا آذان صاغية لكم. أستاذة سلوى أو السلام عليكم أستاذة ورحمة منال. الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يا حياكم الله أستاذة منال, أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير, كيف حالكم جميعا؟ شكرا يا فندم, أشكرك. بدي أقول في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة كتير, أصبح الإنجاب فعلا مكلف يعني عبء, فهل يجوز تحديد النسل أو عدم الإنجاب بحجة أنه المستقبل مظلم أو ما في هناك آفاق لأمل, لأنه فعلا الأوضاع الاقتصادية صارت مزرية جدا, فأصبح بمجتمعاتنا عم يرفض فكرة الإنجاب, واس بيقول لك كمان أنه معقول, حرام عليك أنه أنت عم تقدر تجيب بهذا الوضع, حرام, وكأنه صار فكرة الإنجاب حرام, أنه يي ليش بدك تجيب ولد وتظلمه بهذه الأوضاع الصعبة. فشو نظرة الإسلام لهذا الأمر؟
شكرا جزيلا. طيب نحن نشكرك على مداخلتك أستاذة منال، ولكن أريد أن أسألك، يعني اليوم التفكير السائد وخاصة أنت بنت المجتمع، ماذا يقولون في هذا الأمر؟ ما هي الأفكار التي موجودة عندهم في هذا الموضوع تحديدا، بين الشباب، بين الرجال، حتى بين الشباب والنساء، يعني بين المجتمع، أفراد المجتمع، ماذا يقولون في هذا الأمر؟ ما هي رؤيتهم؟ يعني هم يحثون على الزواج بس، ولكن ليس على الإنجاب، بحجة أنه عم تجيب طفل أنت ما عم تقدر تأمن له مستقبله، ما أنك قادر تصرف عليه، ليش بدك تجيبه من الأساس وتظلمه بهذا المجتمع اللي عم يعاني من أزمة اقتصادية صعبة جدا. جميل جميل، العين حتى. نعم والله جميل جدا، يعني هو الجميل يعني هذا الطرح، ولكن مؤسف يعني ما يمر به العالم اليوم العربي الإسلامي من أوضاع اقتصادية صعبة، وينعكس دكتور محمد على يعني على واقع الشباب اليوم. والله الشباب يعني عم يهلكوا لما طيب. ما يحاولوا يأمنوا احتياجاتهم فضلا عن إنجاب طفل، وتدرون أنتم مستلزمات الطفل يعني. طيب هذا لعله صلب موضوع حلقتك على فكرة، كلام الأستاذة سلوى وتعقيب حضرتك أستاذة منال، أستاذة منال الله يحفظها ويرعاها، وتعقيب حضرتك، الحقيقة إحنا لا نريد أن ننعزل عن معنى لماذا الإسلام. نعم هناك فرق كبير يا أستاذ فاتح، إذا أنا لما بتكلم عن شخص يعيش الحياة وفق منظور أنه لا إله ولا رزق ولا حياة، وأنا نظرتي التي تنظر إلى المجتمع ترى المجتمع تعيس وفاسد ورزق فيه قليل، طيب هذا المؤمن كيف يقول؟ المؤمن كيف يقول؟ نحن لا نريد لنظرة الناس أن تتحول إلى هأكله إزاي؟ لا 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 لا، أنا أزعم أني أريد، إذا كان يحق لي أن أقول هذا، أنا أزعم أني أريد أن يسأل نفسه كيف سأتعامل معه؟ كيف سأربيه؟ لا كيف سأطعمه؟ وهذا الفرق أخويا، الفرق أنا الآن الأمريكي لما بيجيب ابن عايز يخلف، أنت تعرف شو بسوي؟ بيجلس يحسب زي ما حضرتك حاولت من البداية أنك تعرض تقول هل أنا أجيبه وخلاص، ده بيحسب كم سيتكلف حتى يصل إلى الجامعة. كل شهر هيتكلف عليه قد إيش، الطبيب، الأسنان، تقويم مش عارف شو، المدرسة بقد إيش، الثياب بقد إيش، هيفضل يحسب 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 الحسبة لغاية ما تطلع عنده يعني 10-8 مليون، فيقول لنفسه الدخل اللي بتاعي 19 مليون ممكن اجيب بيبي على مدار ال 20 سنه. بس على طريقه هذا التفكير ربما يحتاج الى هارد اس اس دي مقداره مليار ولعله لا ينجب. وهذا احد الاسباب الصارفه للناس عن الانجاب. احنا هناك بس فرق في اعقلها وتوكل، نعم، في خذ بالاسباب. وانا ازعم يعني اذا سالتني نفس السؤال اللي سالته للمشاهدين لقلت لك ان الفقراء في عالمنا الاسلامي هم اكثر الناس انجابا. طيب يا دكتور، هم اكثر الناس انجابا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يباهي بامه، هذه الامه يعني يباهي بامه غبيه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، تمام، يباهي بامه ليست متعلمه، تمام، يباهي بامه فقيره، تمام، يعني كثره الامه كذلك الامر، لا نحتاج الى نوعيه، لا نحتاج الى كميه. وفرقت لحضرتك، فرقت لحضرتك بين المباهاة يوم القيامة وبين المباهاة في الدنيا. المباهاة يوم القيامة بكل مسلم صالح، ولو كان عاملا للنظافة، ولو كان نازحا للمجاري، ولو كان بائعا للذرة، ولو كان ماسحا للأحذية، كل مهنة شريفة حلال فهي شريفة ومعظمة. المباهاة يوم القيامة بالصلاح والتقوى. أما المباهاة في الدنيا نظرتك كيف تنظر، أنا أروح أجيب 20 طفل أو 12 طفل وأنا أتركهم في الشوارع يبيعون الكلينكس وهم أطفال صغار ولم يصلوا إلى أي مستوى تعليمي ولا لديني ولا لمعرفي ولا لأخلاقي، أنا سأباهي بهذه الأمة في الدنيا كاستثمار. طيب. أنا سأستثمر في هؤلاء الأطفال. إذا كنت تستطيع الاستثمار ثقافيا، دينيا، علميا، ماليا، it's up to you. جميل. إنما تباهي بهم يوم القيامة، أنا مالي، أنا هو الرسول، أنا حباهي بهم. حتباهي بمين؟ حباهي بكل مسلم تقي صالح. إذا ننجب الأطفال، نربيهم، أيوة، ونستعد لهم، ونستعد ونتركهم في هذا المجتمع يؤدون واجبهم. أستاذة سلوى، يعني يبدو أنها تود أن تشاركنا في هذه الحلقة، فيا أهلا ومرحبا. رحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام. حياكم الله. لكم الكبيرة في ظل مواضيع نحن بأمس الحاجة إليها أساسا في ظل هذه المجتمعات. في شغلة، يعني نحن بمجتمعنا ما عندنا حل وسط بهذه الأمور، يا أما
الناس بتقول بيجي الولد وبتجي رزقته معه، او ما تجيب اولاد بالمره، يعني بظل هالظروف اللي نحن فيها، فالانسان بيحتار وبده يقعد يتصرف بهيك الظروف. وفي موضوع تاني، يعني انا عندي 4 اولاد ما شاء الله، 2 منهم شباب، يعني عندي ولد بالجامعه وعندي الولد الثاني عنده قسم ثاني بكالوريا عنا بلبنان. مش عم بقدر انا، يعني كان الدكتور من شوي عم يحكي شغله انه التكنولوجيا وكيف بدنا نتعامل معها والانترنت. عندي هدول الولدين الشابين يلي بالقسم الثاني بالبكالوريا القسم الثاني، يعني والاكبر منه اخوه بالجامعه، مختلفين الشخصيه تماما. يعني واحد مدمن اجهزه الكترونيه، ومش عم بقدر انا اعمل اي شيء تخفف من حدة استعماله السيء للتكنولوجيا، يعني في حين هو عنده جامعة والمفروض يدير باله على دروسه ويحضر أونلاين، ما بيستعمل تليفونه حتى لدروسه، ومش قادرة بذات الوقت أحرمه من تليفونه أو من اللابتوب تبعه، لأنه هو أساساً عنده درس على الـ على الـ على يعني على الأونلاين على الإنترنت، مش قادرة أمنعه منهم. بينما الشاب الثاني اللي هو بالقسم الثاني عنده بكالوريا، يعني نوعا ما شاب خلوق، هن اثنينهم خلوقين ولكن الشخصية مختلفين تماما، مش عم بقدر اعرف شو اعمل تتصرف مع الكبير بالذات، يعني اذا بده يصلي بدي مثل ما بيقولوا اشحط وشحط ليصلي فرض، بينما الثاني ملتزم بيقرا قران بيعمل مقاطع صوته جميل جدا ما شاء الله بقراءه ما شاء الله. القران بيصلي ما شاء الله. عنده نشاطات كشفيه، مع انه اخوه الاكبر منه اثنيناتهم مسجلين بالكشاف وبيروحوا نشاطات، بس الكبير بدك تشحط وشحط ليعمل هيك نشاط كشفي او يطلع من البيت، بينما الثاني ما شاء الله عنه هو اجتماعي ونشيط وبشجعهم انا اثنيناتهم. جميل. يعني عن جد الاولاد مسؤوليه كثير صعبه، وفي ظل في ظروف، بس سعيده بيهم ولا لا؟ يعني سعيده بيهم ولا لا؟ فرحانه بوجودهم في حياتك ولا لا؟ سعيدة بيهم جدا رغم المعاناة اللي عم عانيها، أنا كتير مبسوطة لأنه فتيتك طبعا. لولا وجودهم بحياتي أنا ما كنت قوية يمكن هالقد، ما واو. كنت عم قاوم هالقد بهالحياة الصعبة. فديتك يا ست الكل، يا ست الكل، نحن نتربى بأولادنا. ده أنت طبعا. رائعة، ده أنت رائعة جدا، ده أنت كلامك جميل جدا. هو في فروق فردية بين الاثنين طبعا. الاثنين عندهم قيم واحدة، أم واحدة اللي بتربي وأب واحد اللي بيربي على الدين والصح والغلط والحلال. فديتك أنت أولادك كبار، أنت ابنك كبير، أنت ما بتربي طبعا. الآن أنت فديتك توجهين، أنت تقولي له فديتك أنا أريدك تصلي، قوم تصلي. أنا أحكي لك قصة بسرعة، أقول قصة؟ تفضل. أقول قصة بسرعة. بص يا ست الكل، في واحدة ست كبيرة كبيرة في السن جدا، يعني أولادها منه يعني جدة وأم أحفاد وأم أولاد وأحفاد الشاهد، تقول لي يا دكتور لين الحين إلى الآن وأنا كل يوم الصباح ساعة الفجر أقوم أدق الباب على كل واحد فيهم وأقول له حبيبي قم لصلاة الفجر، يا حبيبتي قومي لصلاة الفجر، مليت يا دكتور. قلت لها فديتك لا والله يا أختي لا تمل، والله يا أختي لا تملي، لا تملي والله ما مليت، والله ما مليت يا دكتور. الله يفتح عليكي. عندي الثاني بقوم بصلي الفجر انا وياه، هو بيقف امامه وانا بصلي وراه. خليني اكمل لك الفكره الجميله دي. فقلت لها ستي سيدنا نوح 950 سنه نصبر على الاجر الجميل ده، اروح احط ايدي على صدر ولدي اقول له حبيبي قم للصلاه، والله ارضى عليك تقوم للصلاه. هذا الاحتساب الجميل لافعال الوالدين فاتح اللي بتقوله الهانم، ان انا محتسب كل اكله بياكلها ابني، محتسب كل يقظه بيستيقظها ابني، محتسب كل لبس بيلبسها ابني، محتسب كل تسبيحه. الامام السيوطي يقول، هي هذه امراه مباركه، الامام السيوطي يقول ينبغي على الوالدين ان يتنافسا في تعليم اولادهما الفاتحه، فان الاولاد سيبقوا يقرؤون الفاتحه حتى يموتوا. وتخيل الاب قاعد كده تبارك الله علم ابنه الفاتحه، وابنه صار عنده 60-70 سنه ويقرا الفاتحه كل يوم 30-40 مره. والله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى. انت بخير، وحدي لك توجيه على موضوع الاجهزه الالكترونيه بعد قليل، بس انت بخير ما شاء الله تبارك الله. نسال الله سبحانه وتعالى طبعا ان يبارك بهما كليهما، يعني وربما يعني دائما حالات تمر على الطفل او على الشاب ربما يتغير في المستقبل يا أستاذة سلوى، وقد لا يتغير بس يكون بخير على أمل ذلك إن شاء الله، وإن شاء الله لنا مل، وربنا مثل ما قال الدكتور يحتسب لنا أجر يا جمالك إن شاء الله يعني. تبارك الله شيء عظيم. إن شاء بعد عندي ولدين صغار أصغر منه ما شاء يعني الله. عندي جيلين يعني، وينك بدك تنشغل بالجيل الصغير إنك كمان تواكبه بهالحياة، إنه يكون نوعا ما
المشكلة إنه نحن بنشتغل، أنا امرأة عاملة برا البيت. ما شاء الله. يعني ما بدك تلاحظ. هذا بيت ناجح. كل هذه الأمور أنا مقصرة كتير بالأمور. لا هذا بيت ناجح. دينية بس الأمور حياة الأولاد والمنزل صعبة جدا جدا لا. جدا. والله يا أستاذة سلوى يعني هموم كبيرة اليوم نعيشها كما تحدثت قبل قليل الأستاذة منال في مشاركتها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها، وهو هذا يبدو أنه ما يجري اليوم في عالمنا تداخلت الأمور، تشابكت، تحتاج إلى توضيح. لذلك نحن نريد أن تكونوا معنا في كل حلقة، طبعا تشاركونا في مواضيع لماذا الإسلام، لأن الإسلام جاء بالحلول ليس لأجل أن يوقف الموضوع نهائيا أو يصل إلى نتيجة نهائية، ولكن على الأقل يخففها، يضبطها، يعني يحاول أن يرفع من همم الناس، يحاول أن يسير بهم إلى طريق الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادك جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك ويثبتك، يعني من خرج منهم قليلا وربما يعود، وهذا أملنا به، ربما يسمع هذه الحلقة. طبعا نحن نوجه له التحية، نوجه لأولادك جميعا التحية من هذا المنبر، من لماذا الإسلام. أنا شخصيا فاتح حبابة أوجه هذه التحية لهؤلاء الثلة المباركة الذين سيكونون في المستقبل منارات تهتدي بهم الأمم. فكيف يجب أن يكونوا هؤلاء منارات إذا ما كانوا مضبوطين بضابط ربما، أو يعني وصلوا بشكل أو بآخر لتطبيقات تعاليم الإسلام. أستاذة سلوى إذا عندك تعقيب أنا أسمعه، إذا ما عندك أنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لكم، بارك الله جهودكم، ولكن نحن نحتاج للانضباط أكثر منهم، ونحتاج للدورات التدريبية أكثر من أولادنا. طيب هذه سأتركها للدكتور محمد مصطفى، لأنه أثناء تحضير الحلقة أراد أن يتحدث عن هذه النقطة تحديدا في هذه الحلقة ويفرد لها المساحة كاملة. قلت له خفف على الوالدين يا دكتور، خلينا نحكي على الأطفال. لا. فقال لا، يجب أن نتكلم على الوالدين. خلينا نسمع شو بده يقول. والله فديتك في كل بيت طفل عبقري. كل هؤلاء الأولاد ما أجملهم وما أروعهم وما أفضلهم وما أكرمهم وما أيسرهم وما ألذهم وما أسعدهم وما ألطفهم. الأطفال نعمة من الله عز وجل. لو ترك طفل في جزيرة نائية لا يعرف أحدا لاستطاع أن يأكل ويشرب وأن يبدع كذلك. المشكلة إذا تدخلنا نحن بمناهج تعليمية، تدخلنا نحن بوسائل تربوية خاطئة، إذا تدخلنا نحن بتوجيهات ليست صحيحة، إحنا اللي بنخرب. الحقيقة الأولاد في البيوت عباقرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب إيه المطلوب؟ اتعلم. بس الست هانم الجميلة المباركة بتقول إنه عندي ولد كثير الاجتماعيات، بيسموه عندنا في التحليل النفسي إكستروفيرتد، منبسط. والولد الثاني إنتروفيرتد، يعني منغلق على الأجهزة، مش كده ولا إيه؟ نعم. هو سؤالي أنا، أين إنجازاته؟ هي تريد أن تغير، أنا ما أريد أن يتغير يا مفاتح. هو أينما يكون، أنا أريد أن ينجز بنفسه في واديه ينجز. هي أنا عندي مشكلة إن الناس لازم تفهمني، الله يرضى عليكم، هذا الكاميرا كده ولا إيش يا جماعة؟ منصة النجاح ليس لها معيار واحد. أرجوكم، ما في حاجة اسمها شهادة عليا وبي اتش دي وماستر هو ده نجاح. البنت اللي بتتزوج مش لازم تكون بيضة جدا وشقرة وعنونها زرقاء والكيرفي ومعرفش العك اللي الناس بتقوله. لو سمحتم، منصة النجاح مثل هذه الطاولة كبيرة، نقف عليها جميعا. كل إنسان يمكن أن ينشئ معيار للنجاح، أما معيار النجاح في الدنيا والآخرة مجتمعين فهو التقوى. جميل. الإنسان يكون طيعا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النجاح الحقيقي، الفلاح الحقيقي اللي ربنا بينادينا عليه بحي على الفلاح. لكن ابنك ممكن يكون ثانوية عامة بكالوريا فقط. جميل. لكن بيشتغل في مخبز يا فاتح يا رجل. في رجل في تركيا هنا في أظن في غازي عنتاب أو في كرمان مرعش بعد العاصفة الثلجية الكبيرة جدا، راح للناس وقال لهم يا جماعة الخير، أنا هذا اليوم كله، كل هذا اليوم اللي ما عنده خبز يجي ياخد. نعم. يا رجل أصبح رجلا محبوبا من طوب الأرض، تحبه، يحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض، هذا نجاح أخويا، وإن كان بائعا للخبز، وبيع الخبز ليس يعني بمنقصة أو معيبة. إذا ظننا نحن أن الأولاد لابد أن يخرجوا كيفما نريد نحن، فنحن لا نريد أولادا.
نحن نريد عبيدا، ولا يمكن لنا أن نخرج أولادا عبيدا. الولد سينفر، سيأتي في مراحل المراهقة يقف لأبيه وأمه ويتصادم معهم صداما كبيرا جدا ويقول ليس هذا الذي أريده في حياتي. جميل، معنا الآن مشارك على ما يبدو من الأخ أدهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا حياكم الله. طبعا نرحب بجميع من انضم إلينا عبر الزوم، أيضا بالأخت سوزان الآن. يا أهلا ومرحبا أستاذ أدهم معنا في هذه الحلقة من لماذا الإسلام، وموضوعنا عن الإنجاب، لماذا حث الإسلام على إنجاب الأطفال، وسمعتم جزء من هذه المداخلة على ما يبدو قبل انضمامكم وحين انضمامكم، تفضلوا. الله يعطيكم العافية ويجزيكم ألف خير. هلا في نقطة، الله يكرمكم، هلا في نقطة كثير مهمة يعني بشوفها خلال حديثكم وبفكر فيها حتى أنا كشاب، أنه المشكلة مش بس بالإنجاب، والمشكلة بس مش بس بالمصروف، المشكلة يعني ما بظن أنه رح يكون مصروف الشاب أو مصروف الطفل عائق كثير كبير بالنسبة لعائلة بديانة حياة جديد. ما هو الشاب لما عم بيقدم على الزواج عم بيكون عنده شوية حسابات، لأنه إذا أجا ولد أو كذا كيف فيني أنا أصرف عليه وكيف فيني أربيه كفكرة. إذا كان في نوع ما من هيك من الصفاء الذهني لحتى يعرف شو رب العالمين مكلفه بتكاليف في الدنيا لحتى يحقق شيء في الآخرة. النقطة الأهم أنا بشوفها واللي هلأ أنا بحس أنه هي المعاناة الأكبر هي معاناة الاختيار. يعني هذا الموضوع أنا كشاب بالنسبة لي هو شيء كتير صعب عم بيصير، وخاصة بالانفتاح اللي صاير وقلب المفاهيم والمادية البحتة اللي هلا موجودة عند كتير ناس، وخاصة طبقات المجتمع الموجودة عنا. يعني هنا عم بيصير القصة المادية هي المسيطرة على كل شيء، عرفت كيف؟ فتحويل المجتمعات لمجتمعات مادية بحتة هذا برأيي أنه عم بيسبب مشكلة كبيرة بموضوع الزواج. بعد الزواج عم بيطلع عنا مشاكل بالأطفال، لأنه هو في الأساس في عنا مشاكل بموضوع الزواج وبموضوع الاختيار من الأساس. والله يجيكم خير، بس حبيت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، حبيت شكرا. شكرا أخ أدهم لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، نشكرك شكر جزيل لأنه نوهت على كثير من النقاط المهمة اللي يجب أن نتوقف عندها جميعا، سواء قبل الإقدام على الزواج أو بعد الإقدام عليه، سواء قبل الإنجاب أو حتى بعد الإنجاب. طبعا نرحب بزيد طغلي كذلك الأمر، وسنأخذ مشاركة له بعد قليل، ولكن نستمع تعقيبك على الأستاذ أدهم وما قاله. الحقيقة كلام في غاية الدقة وطالع بسبب سنه يمكن، وبسبب إقدامه أو بسبب المرحلة العمرية اللي بيعيش فيها، وهذا بيصب في نفس الخانة اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل قليل. أنا أتساءل أنا الآن، البنت التي تتزوج في هذا الزمان أخويا فاجي، كم عمرها؟ فالح. كم عمرها؟ فاتح. فاتح لأنك فالح. كم عمرها؟ كم عمر البنت اللي بتتزوج الآن؟ موليد كام؟ موليد 2000؟ موليد 98؟ والله عم نشوف 2005 يا دكتور عم يتزوج. طب يتزوج بالبركة ما عليك الآن يعني. طيب اللي موليد 90، اللي موليد 95، اللي ربها موليد كام؟ يعني إذا كانت البنت السنة دي بتتجوز وهي موليد 95، طب اللي اتولدت 95 دي اللي ربها موليد كام؟ موليد السبعينات، صح كده؟ اللي موليد السبعينات ده إذا كان البنت اللي تربت تحت دراعه، البنت اللي تربت تحت دراعه وطلع بتقول دلوقتي أنا عايز أضرب بوتكس وأحط فيلر وأتصور على الانستجرام ويكون عندي فلتريشن، طب أنا هربي إزاي؟ لا دي مش هتعرف تربي، لا مش هتعرف تربي. ليه مش هتعرف تربي؟ هي تعرف تنجب يا فندم، نعم، بس ما بتعرف تربي. ليه مش بتعرف تربي؟ ليس لأنها قليلة الأدب حاشاكم أبدا، ولا بنقول إنها بترتكب فسق ولا لا 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 لا. كل ما في الأمر إن ترتيب الأولويات في ذهنها غير واضح، تم تشويهه. إمتى الكلام؟ من التسعينات إلى الألفينات. طب ما اللي بيربيها في التسعينات ده كان تربية السبعينات، حتى السبعينات مشوه؟ لا، السبعينات ده لما دخلت التسعينات يا فندم، أنا موليد السبعينات، لما دخلت التسعينات عليه ولما دخلت الألفينات عليه ما بقاش عارف كيف يتعامل مع هذه الأطفال. صحيح. عدم تجهيز الأب والأم زي ما بيقول أدهم بي وزي ما بيقول فالح بي، ما بعرف معلق عليك، مش عارف معلق، خلاص زي ما بيقول اخويا فاتح ابني فاتح، وزي ما بيقول ابني ادهم، الاثنين بيتفقوا على ان واحده من مراحل الوعي الاساسيه قضيه ما قبل الزواج. انا موافق على الكلام ده، وبقول للناس يو هاف تو اسك يور سيلف، لازم تسال نفسك لماذا
تتزوج دي ليه؟ جميل. عشان شو وعشان تعمل ايه؟ ولما يجي الولد انا موافق على كلامه، بيقول ما في واحد شاب بيتزوج الا هو عارف، لان الولد بيكلف مصاريف، فعلا الولد بيكلف مصاريف، لكن ما في حد عاجز. العجز اللي الناس بتحاول تصوره لنا على ان الطفل عبء اقتصادي، الطفل زياده في المسؤوليه الاقتصاديه، لكنه الحقيقه مش عيب. انت عارف ايجارك وعارف بتاكل وتشرب قد ايش، والسياره فيها قد ايش، لو ما فيش سياره مواصلاتك انت عارف. انت عارف وانت بتتزوج ان انا لو جبت طفل هيكلفني في المرحله الاولى، هيستقطع من راتبي 20% منه عشان اعرف اتعامل معه. السؤال اذا كنت جلست جلسه عملت دراسه جدوى ودراسه مخاطر متعلقه بالمال في التعامل مع الطفل، لكنك ما جلست جلسه لدراسه الجدوى ودراسه المخاطر في نوع الزوجه التي بتختارها، ولا نوع الزوجه اللي انت بتختاريه، ولا طبيعه التعامل بينكما، ولا فكره لماذا الزواج التي بيننا قبل ان تكون لماذا الانجاب. انا موافق على كلام ادهم 100%. كذلك الأمر الأستاذة سلوى على ما يبدو وموافقة على كلام أدهم، فعلا كما قال الأستاذ أدهم، أنا رغم الضائقة المادية التي نمر فيها في لبنان مش هي اللي شغلتني أكثر من كيف خلي ابني يواظب على الصلاة ويتابع دروسه. صح. طيب هناك كذلك الأمر تعليقات، لأنه بدأ الوقت يضيق معي وربما ننتهي من هذه الحلقة ولا تنتهي بعض التعليقات التي يعني من قلبي أنا أريد أن أنقلها، لكن سامحوني إذا ما استطعنا. هل من طريقة تربوية لهذا الجيل خاصة لعمر 5 سنوات من سمسومة؟ تفضل. في طريقة وهي، وأنا عجبني أنه 5 سنوات. 5 سنوات سلوى هانم كلمتنا على 18 سنة صح؟ ما بعرف، ممكن في البكالوريا وفي الجامعة في تانية جامعة في... هذه لما بنربيهم يا فاتح. اي نعم، هذيلا ما بيتربوا يا جماعة، هذيلا ما بيتربوا، هذيلا بيتوجهوا كبار خلاص، بينصحوا بيوعظوا بيوجهوا بيرشدوا. أما أبو 5 سنوات ده عايزين طريقة واحدة فقط لتربية الطفل، اتكلموا معه واسمعوا فقط، اتكلموا معه واسمعوا فقط. عمره 5 سنوات بس اتكلموا معه واسمعوا فقط، يسمعوا بس، خليه يتكلم. حبيبي يا بي يا بي، أنا دلوقتي لما يكون عندي طفل عنده 5 سنوات وأريد أن يغسل أسنانه، معركة قاصمة الظهر بين المماليك ومش عارف ايه، ذبحت القلعة عشان يحط الشحاطة بتاعته في مكانها ويخلع الجرب بتاعه في مكانه ويحط شنطة الحضانة ولا الروضة في مكانها. مأساة 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 مأساة. عارف ليه يا بيه؟ لأنه يا فندم حضراتكم بتدوا ابنكم 15 قرار في اليوم. نعم. حط الفوطة بتاعتك هنا، اغسل سنانك، طفي النور، سيب يروح حاطط ايده في وسطه كده وبصص لها من فوق لتحت كده وكانه بيقول لها انت ما عندك غيري، انت مو محصلين غيري تدوا له اوامر وانا عبد عندكم ولا جاريه. ببساطه شديده جدا، انا هفترض ان انا عندي 10 سلوكيات سلبيه في طفلي، وده مستحيل، والله مستحيل، عندي 10 سلوكيات سلبيه في طفلي، خد على كل سلوك خد عليه اسبوعين. نعم. عدل سلوك ولدك في اسبوعين، سلوك واحد فقط في 10 يعني 20 أسبوع، يعني 5 شهور، يعني كرمت أجلكم الله لو سيارة عاملة حادث ودخلت الوكالة هتطلع كأنها بكستها وجديدة. ابني اسمع له، لأن الطفل بيقول. الحالات اللي بتجيلنا من الأطفال اللي تم التحرش بيهم يا فتح، اللي تم التنمر عليهم، اللي تم حتى اغتصابهم، الولد بس محتاج حد يكلمه، بس طيب. يكلموه، خلوه يقول اللي في خطره. مين يتكلم؟ الولد وعنده استعداد يستجيب. الذي يزعم أن أطفالنا يوصفون بالعناد، حضرتك أنا آسف أن أنا أقول لك أن أنت واهم، أطفالنا أكثر المخلوقات مرونة. جميل. على الإطلاق. جميل، سنختصر يعني الأجوبة على حاضر. على التعليقات حاضر. يعني كسب الوقت، نرجو منكم تطرق للانخفاض الملحوظ لنسبة خصوبة الشباب في هذا الزمان وما المسببات وكيفية معالجتها. بدأنا في هذا الموضوع، بإمكانكم طبعا العودة إلى بداية البث المباشر أو الحلقة عندما تكون موجودة في اليوتيوب بعد إنهائها. كذلك الأمر سؤال أو تعليق، الله يرزقكم وإياهم، الله يرزقكم وإياهم، الله سورة الأنعام الآيتين. نعم. نعم، نحن نتخذ الأسباب والرزاق هو الله. نعم. لكن التربية والتوجيه ووعي الوالدين والتفريق بين معنى العناية بالطفل ورعاية الطفل هذا مهم جدا. صح لسان القائل، صح لسانه، توافق روعة. إذن غالب روعة. مشكلات الأطفال الذين يزورون المراكز النفسية سببها الوالدين أو أحدهما أو على الأقل. أوافق بشدة.
جميل، أوافقه بشدة. هناك سؤال كذلك، لكن لا ينبغي أن نحن نتهم الآباء، لأنه صعب جدا أن أنت الله يرزقك، صعب جدا أنك تقول لأب وأم ابنك في مشكلة وتقول له أنت سبب في حصول هذه المشكلة. الأب يتألم جدا، وإحنا يعني كسر الخواطر حرام. إحنا نقول له اللي حصل حصل، لكن محتاج منك دعم عشان ندعم ابنك وعشان نساعد ابنك على جميل. أنه يتخلص من هذه الأزمة اللي هو موجود فيها. ألا يقدم الإسلام حلا أيضا لقضية الانفجار السكاني واستنزاف الموارد؟ ها سؤاله بقى، هذا سؤال مهم. اقضي على الفساد، اقضي على المحسوبية، اقضي على إهدار المال العام، اقضي على الظلم الاجتماعي، ولن ترى أبدا أزمة بسبب الانفجار السكاني. حتى تسمية الانفجار السكاني دي مرفوضة. ليش؟ ليش؟ لأنه بتعطي لك انطباع أن أنت بتفجر الأمة، بتكسر الدنيا. الحقيقة كل طفل موجود إن أحسنت عنايته ورعايته وتربيته حيكون عمق مخزون استراتيجي لأي بلد في العالم. لك أن تتخيل، خلونا نتكلم عن بلدي شوية ممكن ولا ما عندكم وقت؟ سريعا سريعا. مصر الله يحفظك ورعاك وربنا يطول في 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 أعماركم ويجمع بلاد المسلمين على الخير. مصر يا فندم في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت بترسل المدرسين لكل بلد موجود عربي في العالم. البعد الاستراتيجي بين المصريين والعراقيين، حب المصري للعراقي وحب العراقي للمصري جميل. مهول. حب المصري للليبي وحب الليبي للمصري مهول. حب المصري للسوداني والسوداني للمصري مهول. السبب في ذلك هذا البعد سميه قومي يا سيدي إن حبيت، أو البعد الديني والمسؤوليات الشرعية اللي احنا حاسين بيها. هذا الانفجار السكاني اللي احنا بنسميه انفجار السكاني في مصر مخلي مصر عمالين نسميها رائدة الرياضة ورائدة الفن ورائدة الثقافة ورائدة الجامعات ورائدة الأزهر. هذا أحد أسباب هذه الريادة هو العدد السكاني. ما ينفع أطلع أقول للناس أنا هأكلكم منين. نعم. إنما إلغي الفساد والظلم الاجتماعي والغي إهدار المال العام، والناس دي هتلاقي شغل وهتلاقي علاج وهتلاقي تعليم وهتلاقي زواج. وبلادنا كبيرة وش اسمه الناتج المحلي يمكن أن يزيد. عندنا ثروات غير عادية، عندنا أموال غير عادية، عندنا ثروات طبيعية غير عادية، عندنا بحار وأنهار وبترول ومعادن وذهب، وعندنا أراضي صالحة للزراعة، وعندنا مسطحات مائية، وعندنا صيد أسماك. شيء مهول. اقضيلي على الفساد على هذا وتضييع المال العام وإهداره، ثم ارجع بعد ذلك قول انتوا عددكم كبير. ونظرة واحدة إلى الصين ستعرف أن الصين الآن محور حوار الرئيس الأمريكي مع المخابرات بتاعته كيف يتعامل مع الصين. جميل جدا. نختم بتعليق الأخت سوزان جمو وأرسلته عبر الزوم. من المشاعر النبيلة التي أودعها الله في قلب الأبوين هو شعور الرحمة والرأفة بالأولاد، وهذا الشعور له من الآثار العظيمة في إعداد وتكوين شخصية الطفل. فالقلب الذي يتجرد من الرحمة يتصف صاحبه بالفظاظة واللؤم، وهذه الصفات لابد لها من ردود فعل. انحراف الأولاد وتخبطهم في أحوال الشذوذ ومستنقعات الجهل، فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. صح لسانها، كلام سليم جدا، أبصم على ذلك بالعشرة كذلك. أختم قبل أن تختم، أريد أن أسألك سؤال. لا أنا بختم الختمة. طيب أنا أريد أن أختم لأن الحلقة وتفكيري الآن فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم. الله يحفظك ورعاك وهذه الجهود المباركة. اللهم أمين. أمين. ونسأل الله أن يكون هذا البرنامج توعية للناس. يا رب. نأمل في الله سبحانه ويشاركونا. طبعا. سؤالي الأخير الذي أختم به وهو سؤال الحلقة، لماذا الإسلام حث على إنجاب الأطفال؟ لأن الله عز وجل جعل إنجاب الطفل عبادة من العبادات وقربة من القربات ومحال لنزول رحمة الرب جل جلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم سيباهي الأمم يوم القيامة بالأعداد الكبيرة من البشرية المسلمة الموحدة التقية لله عز وجل. أما حث الإسلام على الإنجاب في الدنيا ليس فقط للمباهاة يوم القيامة، بل لأن العمق الاستراتيجي المخزون الكبير الاستثمار الحقيقي في البشر هو الذي سيؤدي إلى رفعة الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة لم يقمها بالزراعة رغم أنه زرع، ولم يقمها برعي الغنم رغم أنه رعى، ولم يقمها بالتجارة رغم أنه تاجر، لكن أقامها بأمثال رجال كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر والغفاري وأبي الدرداء وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة وهؤلاء الأخيار. إنما أقيمت الأمم على الرجال والنساء
وعلى الأشخاص ولم تقم على الموارد الاقتصادية. جزاكم الله خيرا، وكل من شاركنا في هذه الحلقة سواء عبر تعليقاته على فيسبوك على الزوم، كل واحد منهم ما شاء الله أمامه مسؤوليات كبرى. صحيح، الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهم. الله يعيننا وإياكم إن شاء الله. وبكم مشاهدين الكرام على الفضائية وكذلك الأمر على منصات قاف التفاعلية، أشكركم شكرا جزيلا لوجودكم، لمتابعتكم، لتعليقاتكم. دمتم في أمان الله.